بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل كلامنا النهارده في دروس سي بلس بلس، وهنتكلم عن الاري اكتر. احنا اتكلمنا عن الاري واحنا بنستخدمه جوه المين. طب ازاي ابعت الاري ده الفانكشن؟ ازاي احطه في تعريفة فانكشن؟ احنا هنعمل اري عندنا جديد اسمه جريد، او نقول مثلا اكس او اي، وعايزين نحط له سايز. ينفع اخلي السايز انت سايز كده بيساوي مثلا 100 او 10، بلاش 100، ونقول له هنا انت ايه اوف سايز. الموضوع ده غير مقبول خالص في السي بلس بلس. ليه؟ لان السايز بتاع الاري ما ينفعش يبقى متغير، لازم يبقى حاجه ثابته. طب هي دي ما لهاش حل علشان اثبت السايز دوت؟ طب ما انا كان ممكن اجي اقول له كده كونست انت سايز بيساوي 10. في الحاله دي هو هيقبل مني ان السايز يبقى باسم فاريبل. ليه؟ لان انا خليته كونستانت، محدش بيلعب جواه، محدش بيلعب فيه، تمام؟ طيب احنا عايزين نعمل فانكشنز، واحده تطبع لي الاري، واحده تاخد مني بيانات الاري، واحده تجمع لي الخانات بتاعه الاري. طيب اول واحده اللي هي مثلا اللي هنقول ان هي جيت اليمنت، هنسميها void get underscore elements. get elements دي بتاخد ايه؟ بتاخد مني حاجتين، الاري بتاعي int x. طب احطه في الهيدر ازاي؟ هحط بينه قوسين بالشكل ده، تمام كده انا عرفت ان في اري جاي له. طب احط له السايز جواها؟ مش شرط. كوما السايز بتاعي، هقول له int x، وهاجي هنا هقول له 4. طبعا ما ينفعش اكس علشان انا عندي اكس تانية، هسميها اس. 4 انت اي بتساوي 0، واي اقل من الاس، والاي بلس بلس. هعمل ايه؟ هقول له سي ان لمين؟ للاكس اوف اي. طيب احنا كده عملنا الفانكشن ديت، هندهها ازاي بقى من جوه المين؟ انا هاجي جوه المين كده بمنتهى البساطه، هقول له get underscore elements، وهفتح القوسين اللي هم الدايره دول بتوع الفانكشن، وجواهم هقول مين؟ عندي اول حاجه اسم الاري، الاري بتاعي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ هل انا محتاج احط حاجه جنب الايه علشان اعرفه انها اري؟ لا، انا معرفه في الهيدر بتاع الفانكشن خلاص، مجرد ان اكتب ايه هو اوتوماتيك هيبعته. كوما السايز بتاعي، هقول له والسايز يا سيدي. طب هو السايز كونستانت، ينفع ابعته؟ ينفع ابعته عادي جدا، ما فيهاش مشكله. لو عملنا ران دلوقتي هو هيبدا يطلب مني الفاريبلز بتاعه الاري. طيب احنا دلوقتي باعتين الاري ده باي ريفرنس ولا باي فاليو؟ لو بصينا على الشكل المبدئي كده من اللي احنا عملناه قبل كده، هو مبعوت باي فاليو. طب هل الفاليوز ديت هتأثر في الاري نفسه؟ ما هي الباي فاليو ما بتأثرش في الاساس، بتأثر في السكوب بتاعها بس. لا يا سيدي، الاري بالذات مجرد ما بكتب ان انا باعت اري، هو بيعرف ان انا باعته باي ريفرنس، يعني من غير ما احط علامه الاند هنا، يعني علامه الاند هنا ملهاش قيمه. هو مجرد ما بيشوف ان في اري هو عارف ان هو باي ريفرنس، الاري ما بيتبعتش ابدا باي فاليو. طيب نجرب نشوف دوت في ان احنا نعرض الداتا بتاعتنا. هنقول له void مثلا، احنا هخلي دي بس اسمها set بدل ما هي get عشان هي setting للداتا اهو. وهقول له هنا void get underscore data، وهفتح قوس نفس اللي فاتت بالظبط، int x وادي قوسين كوما int اس اللي هو السايز بتاعي. طبعا لو عايز اغير الاسماء محدش هيعترض على ان انا اغير الاسماء، لان هي جوه السكوب ده بس. واقول له 4 انت اي بتساوي 0، والاي بتاعتي اقل من السايز، والاي بلس بلس. سي اوت الاكس اوف اي، وادي اند لاين. وهنزل هنا
هقول له يا سيدي اعمل لي get underscore data، وهفتح قوس كده هقول له جيب لي الايه والسايز بتاعها، بس انا هقلل السايز بس شوية كده علشان الموضوع يبقى واضح معانا، هخليه 5 خانات وهعمل run. دلوقتي انا هدخل ادي 2 3 ادي 5 عناصر، طلعوا لي ال5 عناصر زي ما هم. معنى كده ان اللي حصل جوه الفانكشن دي سمع جوه الاي اوف سايز، وكده احنا باعتين فعلا باي ايه باي ريفرنس. طب لو عشان اعمل الداله بتاعت الجمع نفس الفكره بالظبط، احنا بقينا عارفينها خلاص، void او بلاش void بقى، نقول int sum بتاخد مني int x في قوسين كده وانت اس، وهقول له انت توتال مثلا بيساوي زيرو توت. بعد كده هقول له ايه اللوب بتاعي عشان امشي على العناصر كلها، فور انت اي بتساوي زيرو واي اقل من الاس واي بلس بلس توتال بلس بتساوي مين x of i، وفي الاخر خالص هقول له يعمل لي ايه return يا سيدي التوتال بتاعي، وهقفل الفانكشن على كده. وهاجي جوه المين هنده عليها، هنده عليها ازاي؟ دي بقى مش void، ما ينفعش اقول له اسم الفانكشن على طول، هاجي اقول له see out المجموع او السم equal sum بيساوي مين اسم الفانكشن بتاعتي sum بتاعت مين بتاعت a والسايز، وهعمل end line ونجرب نشغل بالشكل ده. هدخل الاول العناصر بتاعتي ادي 5 و6 و8 و7 و1، ادي العناصر بتاعتي اتعرضت والمجموع بتاعهم اتعرض. بتهيألي كده مفيش حاجة في الوان دايمنشنال اري اللي احنا شرحناه لغاية دلوقتي مش واضحة، ازاي ابعته الفانكشن، ازاي ارجعه من فانكشن، ازاي اتعامل معاه. على فكرة الاري في الريتيرن عادي، ممكن اعمل ريتيرن الاري عادي جدا زي ما بعمل ريتيرن لاي فاليو. اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.